سعد لي مساكم يا جماعة. نانو أم سيف عملوا تحديات، مين بيعرف الثاني؟ طبعا نانو أم سيف على قنواتهم كل واحد نزل فيديو بالبابجي، مين رح تعرف أختها؟ فصرت مسخر عليه إنه معقول ما عرفتوا تعرفوا بعضكم؟ فقالوا لي انزل أنت بتعرفنا يعني، فتحدوني إني انزل معهم وأعرف مين نانو ومين أم سيف. أنا قبلت التحدي، يا ترى رح أقدر أعرف مين نانو ومين أم سيف ولا لا؟ خلونا نشوف الفيديو يلا. وقبل ما نبلش الفيديو، رابط قناة نانو أم سيف تحت بالوصف، الكل يطق اشتراك عندهم ويتفرج على التحدي تبع الأخوة بيناتهم. خلينا نشوف الفيديو. وهي هلا أم سيف عم تبعت، يا ترى رح كون قد التحدي ولا لا؟ خلينا نشوف. هي أم سيف، عبدو، نزار، نانو، أنا، بس واحد يمكن ناقصين، آه هليك، وهي العقيد وهي جوكر. يلا بلشوا. طبعا ما راح طلع وراي حتى من الاسماء، ما اعرف شو لابسين، راح ضل ماشي ساوي، راح ضل ساوي 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 ساوي، لا راح طلع وراي ولا قدامي. وهون ما راح اقص شيء من الفيديو مشان ما يقولوا انه طلعت وراي او شفت حدا او انتبهت على اسم حدا، فراي انا بوجهي على وجه البحر هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل علامتنا الطائرة. وعليكم السلام. سكول سكول، الكل ينزل سكول. ما راح تعرفني. والله يا أم سيف، هلا ننزل وما نشوف. أوكي. خلينا اول شيء، اول خطوه نعملها ندور على سلاح، ناخذ سلاح ونطلع لعندهم. عجب، يا ترى راح اعرف مين نانو ام سيف ولا لا؟ انا ما بعرف، انا واثق بحالي، ما بدي لكم 100%، واثق بحالي 90% انه راح امسكهم هنين الجوز، اطالعهم من بين العالم. على فكره الاعدادات عندي مو نظاميه، يعني يمكن مشيتي شوي، هي لقينا اوزي، مشيتي شوي مو نظاميه، لانه كنت بلعب ايباد وفتحت على تليفوني فالاعدادات تخربطوا. شو ها؟ شايف يعني هون؟ تعالوا تعالوا خلينا نغني لهم. يلا عصي صان، شو حلوين؟ شو حلوين؟ شو حلوين؟ حاج بقى يلا تعالوا لعندي لشوف. تعالوا 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 تعالوا. شو هذا، سالخ سيجارة حشيش يعني؟ مين انت؟ اكيد عقيد انت. عقيد لك حاش تعمليني انا نانو وانا ام سيف وانا مدري مين وانا مدري مين، رح تشكن واحد واحد. انا لابس 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 زبال. ايوه هلا لازم طار. انت نزار حبيبي، ايش هالرقصه؟ هاي الرقصه مو موجوده غير عندك، ضروري ترقص وتفضح حالك. انت نزار. رغم عارف انه انت نزار بس ما راح اعجبك. يلا لك هي انا انا لك لهالدرجه شايفيني غبي السعاده انا وهي انا؟ خلص كلها نزار. يا سيدي راح اقتله، راح اقتله. نزار شفته؟ يا ايوه صندوق. اعطيه مسكين. بقي عنا خمس اشخاص اللي هو عبدو، جوكر، عقيد، ام سيف، نانو. شو بتحبوا طالعكم فورا ام سيف ونانو هيك طالعكم بيناتهم ولا بتحبوا هيك نطول شوي؟ نانو. انا اللي وقفت، انا اللي وقفت، تعرفني ما تقتلني.
ايوه بلشوا يسلبوه علي بعد شوي عن بعض بعده 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 بعد شوي بعده بعده تمام. هلا راح نستخدم معكم خطه الفيزون، اكيد اول مره بسمعوا بهالخطه. خطه الفيزون راح ضبكم ضب وراح ينقتل بيناتكم ثلاثه وتبقى ام سيف ونانو جاهزين. لا شو هي ابو اول مره بسمع خطه الفيزون ما هيك؟ طيب انتوا اتبعوا التعليمات، شو ما قلكم فورا بتساووا. جاهزين انبطاح. احسنتم، قيام. هلا الكل يشلح ثيابه بسرعه، يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه، اشلحوا ثيابكم، اشلحوا 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 كمان كمان، يلا اشلحوا 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 اشلحوا. تعال تعال. هلا والله من نانو ام سيف. هي نانو وانا هي ام سيف، يلا. انا هي يعني انا كنت متاكد انتم ما راح تشلحوا ابدا. ايوه والله خطه ذكيه. حذر انا هي انا. هاي بقى بدها تفكير، بس بطالعكم لا تخافوا بطالعكم، خلوني هيك اضرب سيجاره اعبي راسي مزبوط اطالع نانو وامسك. كيفك اللي بترتاح فيه انت؟ شوف ما رتحزرني. صح صعب شوي مسرح طالعكم. وانا لبسي طائية. عن جد لبسي طائيات؟ انتو الدين لبسي طائيات؟ الحقوني لكم، تعالوا تعالوا عم تسلبوه علي، تعالوا الحقوني. والله يا جماعة ضل عندي خطة واحدة استخدمها، فما بعرف اذا رح تنجح الخطة معهم او لا. فمتوقع انه هالخطة تنجح 60%، انه اعرف مين نانو ومين امسيل. تمام، وقفوا جنبي، خلي وجهكم على السكول. تعالوا تعالوا وقفوا جنبي وخلي وجهكم على السكول. تمام، راح تعتبروا انه هلا انتم معكم سلاح وبجيم عادي. ماشي وراقدين هيك وفجأة حد ضرب عليكم من السكول، شو بتعملوا؟ يلا لنشوف، ورجونا شطارتكم. جيفارا ما عم نسمعك، ما عم نسمعك، بعدت عني. اه صوت صار بعيد، طيب هيك عم تسمعوني هيك تمام؟ ايه تمام، حدا عم بضرب عليكم من السكول، وانتم معكم سلاح، شو بتعملوا؟ فورا يلا شو بتعملوا؟ يلا عد. واحد اثنين ثلاثة. مرحبا انا الكمبوره. عارفه لنانو. نانو كمبوره يعني بينت. شوفي ام سيف بتموتي حرق بوكاسه بسلاح، شوف شلون بدك تموتي. امانه امانه خليني اقتلك انا. لا 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 اوعى 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 اوعى، ارجع 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 ارجع. بدي استنى شوي افكر له. شو؟ يا محمش قدام مسميك ما عم بتموت. ابوه خلص السلاح خلص السلاح. يا وهي الاخوين زينجو ورينجو، شو بتحكوا بعد التحدي اللي ربحته انا؟ شلون قدرت اعرفكم انتم الجوز؟ اي طبعا يعني ما احلانا نحن بنات اجباري حتى باللعبه ما بصير. لا مو هيك، ما انت غشيت. لا مو هيك، جبارة ذكي من الاخير. شكرا 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 عن جد عن جد عن جد شكرا شكرا. شو ربحت هلا انا؟ كم شده ام سيف؟ شو ربحت؟ ما ربحت شيء. لك بدك تربح؟ مو انت قلت لي نتحداك؟ بنتحداك بس ما تحدينا على شدات. صح. شو ها؟ لو قايلين من الاول على شدات حقك، بس ما قلنا. لا يعني ما بيطلع لي شيء ابدا ولا هيك شيء 50,000 شد. 50,000 لو يلا قولوا جبارة العلي هو الربحان. جبارة العلي هو الربحان. وانتم ما عرفتوا تعرفوا بعض، ما قدرتوا تعرفوا بعض. احنا ما قدرنا بعضنا. ايش تقول مثل الببغاء. لا
كمان اصدقائي انا ونانو عملنا نفس التحدي، وانتو اي تحدي حبيتو او اي تحدي كان بضحك اكتر شيء كتبونا تحت بالتعليقات عنده. يعني روحوا هلا على قناتنا نشوف التحدي، وعلى قناة ام سيف شوفوا التحدي، واشتركوا بقناتي يا جماعة قربت اصير 1 مليون. وانت كمان اشتركوا بقناتي؟ انا 3 مليون. حسب 1000 دولار. 1000 دولار انت عم تسوي اعلان على قناتي هلا. بطلت. يا جماعة الكل يروح يشتري بقناة ام سيف وقناة نانو، نانو قربت على المليون. عشان اليوم وصلتك على المليون؟ مستحيل والله. اذا اليوم توصل للمليون انت راح جيب لها اكس ماكس. شو ما مو لهالدرجه كمان، راح اشحن لك 10000 شده. بس 10000 شده يا سيدي لا توصلوها وما بدي. لا خلص خلص ما ابغى. واذا ما وصلتي لك شحن لي 10000. لا بطلت. لا توصلوني. يلا يا جماعه ننهي الفيديو، قولوا لهم باي باي يا جماعه. ربي يسعدكم. لهون خلص الفيديو من قال انه جبار العلي هو الربحان. سلام.